حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة على المملكة خلال الساعات القادمة، تفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. إذا تأثرت العديد من مناطق المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وأيضا بموجات غبارية خاصة المنطقة الشمالية من المملكة، يتوقع خلال الساعات القادمة أن تستمر هذه الأحوال الجوية غير مستقرة بالتأثير على عموم المنطقة الشمالية وأيضا أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى، على أن تتراجع سريعا هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، يميل الطقس للاستقرار لكن درجة الحرارة تنخفض بشكل ملموس مع تأثر المملكة بالتيارات الشمالية الغربية الباردة خلف هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي. استعرض الآن هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع. يوم الأحد تبقى المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الشرقية وأجزاء حتى من المنطقة الغربية والجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، لكن سريعا تبدأ هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي بالتراجع ليسود طقس مستقر اعتبارا من ساعات ليل الأحد على الاثنين وأيضا خلال ساعات نهار يوم الاثنين، لكن هذا الاستقرار الجوي هو ناتج عن تيارات شمالية غربية باردة سطحية ستعمل على ارتفاع في قيم الضغط الجوي سريعا، هي ما سيعمل على تراجع شدة هذه الحالة من عدم الاستقرار واستقرار على الطقس. لكن هذه التيارات الغربية الشمالية الغربية الباردة ستعمل على نشوء موجة غبارية تتشكل فوق المنطقة الشمالية تتحرك سريعا نحو المنطقة الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض خلال ساعة مساء يوم الأحد. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع 12 درجة مئوية المحسوسة 10، الرطوبة حوالي 50% والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين تيارات شمالية غربية باردة نشطة تعمل على إثارة الأتربة والغبار، 23 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 11، الثلاثاء 24 إلى 13 مع أجواء مستقرة وارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء 26 إلى 16 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية اليوم الاثنين نبدأها كالعادة شمالا أجواء مستقرة، تبوك 20 إلى 11، سكاكا 21 إلى 9، وعرعر 20 إلى 9 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 26 إلى 14، جدة 31 إلى 20، مكة المكرمة 32 إلى 20، والطائف 24 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 18 إلى 11، أبها 22 إلى 12، وجازان فرصة زخات من الأمطار 29 إلى 23 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام رياح نشطة 23 إلى 12، حفر الباطن 22 إلى 10 أيضا مع رياح نشطة، والإحساء رياح نشطة مع 24 إلى 11 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض رياح نشطة وأتربة مثارة 23 إلى 11، بريدة 21 إلى 9، وحائل 18 إلى 5 درجات مئوية مع تفرق لبعض الغيوم. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.